يعني رجعنا من جديد. يمكن كل واحد مننا واحدة من أحلامه وهو أكبر حلم إنه كيف يقدر يصنع ثروة. بس المشكلة من وين وكيف نبدأ؟ اليوم موضوعنا لكل أحد حابب يبدأ يجمع فلوس أو حتى يكون ثروة تريحه في المستقبل، وكيف أنكم تقدروا تصيروا مليونير قبل سن 30. هذه كل الأجوبة حيجاوبها معانا الدكتور محمد مكني، عميد كلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود. يسعد لي صباحك. الله يسعد صباحك. يعني بداية أنا مش عاوز، أنا مش قادر. هذه دائما كيف أقولها، يعني في أشياء نكون نبغاها بس ما إحنا قادرين. بس فعلا كيف الواحد يقدر يصنع من نفسه مليونير قبل 30؟ سؤال كبير يعني. هذا الواحد يقولك والله أنا أبغى أصير في يوم رائد أعمال وأصبح صاحب ملايين ويكون عندي كل شيء. صحيح. لا، هذه طبعا هذا سؤال، لكن الإجابة عليه تحقيقة ليست فقط يعني عادية، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مجاهدة في النفس، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى أمور كثيرة. خلينا نحط يعني بعض النقاط الأساسية اللي يجب أن نقولها، وبالذات للشباب والشابات اللي هم حابين يبدأوا حياتهم يعني المهنية، واللي هو حاب أن يكون مليونير أو حاب أن يكون عنده مستقبل. صحيح. يعني كبير في هذا الجانب. إيش أبرز النصائح اللي من خلال خبرتك ممكن تساعدنا على إنه إحنا نبدأ، خلينا نقول الطريق صح؟ صحيح. ولأنه يعني أوكي في ناس تحت 30 اليوم ممكن تستفيد، في ناس فوق 30 وبرضه ممكن تستفيد. صحيح. أنا دائما أقول ما في شيء يعني راح علينا. صحيح. دائما نقدر نلحق الموضوع. أكيد. أهم نقطة أنا أعتقد اللي هي التخطيط المالي. لابد يكون عندنا حقيقة تخطيط مالي في حياتنا. إحنا عندنا مشكلة أعتقد إنه انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذا كلام غير صحيح طبعا. للأسف كثير بيتعلموا عندنا ويعتقدوا إنه والله خلاص أنا بطلع وبصرف وبأنفق، وبالتالي المسألة بسيطة واستطيع إنه أنا أعوض الكلام هذا. صح. حقيقة لا، يجب أن يكون عندك تخطيط مالي، والتخطيط المالي أيضا يجب أن يكون، هل هو تخطيط مالي قصير المدى، هل هو تخطيط مالي طويل المدى، حسب إيش الأهداف اللي أنت تبغى تحققها في حياتك. في شاب أو شابة والله هدفه إنه هو يعمل خطة مالية بسيطة من أجل أن يشتري سيارة، واحد ثاني يبغى يعمل خطة مالية عشان هو يروح يكمل دراسته. صح. شخص آخر يبغى يعني يتزوج، وإلى يعني كثير من الأمور هذه. صحيح. إذا ما كنا نعمل على عمل الخطط المالية والاجتهاد فيها وكمان متابعتها، وأيضا يجب أنها تكون مرنة، بمعنى أنه يمكن تغييرها بتغير الأحداث. أيه. يعني قد يواجهك مفاجآت كثيرة. صحيح. في أثناء عملك لهذه الخطة، وبالتالي كيف ممكن أنك تصعد. يعني لازم تكون في خطة، وخطة A وخطة B علشان ما أتورط في نص الطريق. صحيح. أوكي. أيضا في أثناء عملك في الخطة لابد أنك تتخلص من العادات المالية السيئة. يعني عندنا عادات مالية سيئة بعض الأحيان بتكون سبب رئيسي في أنه يعني الخطة بنسويها، لكن بسبب العادات الغير المالية غير الجيدة بتروح مننا. صحيح. يعني مثلا يعني لو قلنا الشباب بيعرفوا يعني عندهم البطاقة الائتمانية تلقاها على طول يعني هي مشحونة، وبالتالي بيستخدمها في أي وقت، ممكن تستخدم البطاقات الشكل أو لا ما حتأثر هذه الكلمة على طول. لا ما حتأثر، هي حتأثر طبعا وحنروح في حتة تانية. طبعا هذه أيضا من المشاكل الكبيرة اللي بيواجهوها. أيضا من العادات اللي أنا أعتقد أنه هي يجب أن الواحد ينظر لها بشكل يعني مقنن، ما بين الكماليات والأساسيات. في كثير من الأموال اللي بيطلعوها ولو نحسبها حتكون مبالغ كبيرة، أنه كيف أنت ممكن تعمل كنترول على مسألة ما هو كل شيء أنت تحتاجه. صح. أضف إلى ذلك البدائل، استخدام البدائل عندنا الحقيقة معطل في كثير من الأحيان. خلاص. حلو. والله إحنا عرفنا أنه في ماركة معينة أنا لازم أخذ منها، طب في بديل عنها ممكن يعوضك. لا، وإنت إذا بتخطط لحاجة مهمة لازم تقدم تنازلات. صحيح. في أربع شخصيات اخترتها وحنتكلم عنها اليوم. ياريت نبدأ بأول شخصية. والله أنا يعني حاولنا إنه إحنا ندمج بين الألفية الجديدة، الناس اللي هم يعني شخصيات. صحيح. وصلوا يعني مؤسس سناب شات على سبيل المثال إيفان شينجلز اللي هو أسس سناب شات، كيف إنه حول عمل ريادي من فكرة بحثية حتى أصبح هذا يعني اليوم مشروع يقدر بما 20 مليار دولار. يعني صحيح. نتكلم على الفكرة دائما كيف بتحل مشكلة. فهذه من الأشياء اللي ياريت يركزوا عليها شبابنا، إن إذا كان هناك مشكلة ابحث عن حلولها، ربما هذا الحل يكون يقودك إلى إنك تكون المليون الأول قبل 30. صحيح. فدائما البحث عن الأفكار اللي فيها حلول للمشاكل بتساعدك كثير على إن أنت تحقق أحلام كثيرة. أيضا في عندنا اللي هو كارلي جينر، اللي هي أيضا يعني واحدة من المليونيرات في العالم بفكرة، هي طبعا
نشأت في أسرة وبعد كذا بدأت تستخدم عمليات أو يعني بعض منتجات التجميل، ومن خلالها أسست أول شركة لها بمساعدة والديها، وأصبحت هذه الشركة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت المتابعين لها، سوقوا لها، أصبح هناك تسويق مجاني لها، فجأة وجدت نفس منتجاتها منتشرة في كل مكان، وبالتالي أصبح عندها يعني متابعين ومستهلكين، وبالتالي كبرت ثروتها. أخذت من الألفية، أخذت من الجيل القديم أيضا، وأنا هنا بحاول أربط أمر جدا معين. مثلا عندنا الشيخ سليمان الراجح في المملكة العربية السعودية بدأ من صغره الحقيقة. الربط اللي أبغى أقوله أنه الوقت والزمان ليس يعني ليس أساس أنه أنت والله تقول والله زمان كان الموضوع صعب والآن صعب، لأن إحنا زي ما إحنا عارفين إحنا بنمر في فترة أيضا فيها أزمة. اليوم عندنا كورونا، اليوم ما نقدر الحقيقة نقول للناس والله اطلع ومارس مشروعك في ظل هذه الأزمة وبالتالي أنت حتحقق ملايين، لا، لكن أكيد أنه الأزمة حتنجلي في يوم من الأيام بإذن الله. كيف أنت ممكن تروح للخطوة اللي بعدها تبحث عن حلول للأزمة؟ كيف أنت يكون عندك أفكار اليوم ريادية ممكن تنفذها لاحقا؟ وبالتالي استغلال الوقت مهم جدا، مهم جدا، كيف أنه إحنا ممكن نعالج مشاكل، نضع أفكار، ما نستهين في مسألة التخطيط المالي. اليوم بصراحة في أنا أعتقد حتى في يعني المجال التعليم أتمنى أنه يكون في هناك يعني بعض المناهج اللي تحث الطلاب على مسألة كيف أدخر، الابتعاد قدر المستطاع عن الديون، لأن الديون يعني تعيق حريتك المالية، لن تستطيع التحرك إذا كان عليك دين. فبالتالي أول خطوة إذا كنت مضطر أنك تروح للديون أنك كيف تتخلص من هالدين مباشرة، يعني لا ما حتقدر أصلا أنه أنت يكون عندك ادخار، ولا يمكن أنك تكون شخص بتبحث عن مشاريع استثمارية وأنت لازلت مقيد ببعض الديون. لذلك التخطيط المالي نرجع نقول هو أساس الحقيقة لكل النجاحات اللي ممكن يحققها شبابنا والتركيز في الهدف، يعني التركيز في الهدف، ما نروح لكماليات ونروح لأشياء تانية ممكن تلهينا. يعني أنا أتفق معك 100%، يمكن كلنا دائما عندنا مشكلة الأشياء الزايدة أو الكماليات إنه طب نبغاها معاها، صحيح، بلاش، ركزوا في أنتوا إيش تبغوا. نعم. بالعكس وحنوصل. يعني أنا دائما أقول بلاش تقول والله فلان حظه حلو، لا، أنت اشتغل على حظك، أنت اشتغل على أنت إيش عندك. يعني صحيح. أنا سعيدة بوجودك معايا اليوم الدكتور محمد مكني، كل الشكر لك، يعطيك ألف ألف عافية دكتور محمد مكني. ويعني زي ما شفتوا كل واحد ممكن يقدر يصنع حاجة، مش يعني بس لازم انتوا تكونوا عارفين انتوا ايش تبغوا. كمان احنا ايش مشكلتنا دائما يقول والله هو فاتح محل مطعم، طب انا ليه افتح؟ يمكن افشل. لا، حط في بالك ان يمكن تنجح او تصير احسن منه، فلازم ما نحط احنا لنفسنا العوائق. ما اعرف اذا تتفقوا معي ولا لا. اكيد نختلف صراحه. لا انا اتفق صراحه معها، انه لو يعني لو عندك مطعم وانا عندي مطعم نفتح جنب بعض، يمكن انا اكسب انت لا، يمكن نكون زي بعض، هي ارزاق. وغير كذا هو على حسب انه كيف تسوق، كيف تدير، يعني على حسب الاداره، على حسب كل شيء. فعلا. كيف تقيمين يعني علاقتنا الان، تشوفين علاقه الناس مع المال او تفكيرهم اتجاه المال؟ يعني اعطيك ابسط لك الموضوع. من فتره انا كنت قاعد اشوف يعني على انستغرام اكسبلور، فكان في احدى الشخصيات المعروفه يعني بدون ذكر اسماء، فكانت تتكلم عن الثروه وانه الثروه مهمه في حياه الانسان، فكانت تعطي امثله تقول انه ممكن الانسان بالثروه يعلم ابنائه بشكل جيد، ممكن من خلال الثروه يعالجهم بطريقه جيده الى اخره. ولكن احنا ما تعتقدين انه قاعد نربط المال باشياء المفروض سعادة. هي اساسيه، يعني الدراسه والعلاج المفروض هذا يعني ما تحتاج ثروه. ما تحتاج ثروه، يا ما ناس ما عندهم شيء ودرسوا اولادهم احسن دراسه وعايشين مرتاحين ومبسوطين. لكن احنا نقول ان نكون مرتاحين، ما نكون اثرياء مره ولا نكون مره ما عندنا شيء، نكون مرتاحين، يعني نقدر نوفر الحياه الكريمه لنفسنا لاولادنا، انه تعيش بدون يعني صداع الديون والاشياء. فعلا انا اتفق، هالمره اتفق معك، اختلف مع غاده اتفق معك.